تبدأ اليوم المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في لبنان، وتجري الانتخابات على أسس جغرافية وتستمر لخمسة أسابيع. قد ينسى المتابع للتفاصيل السياسية اللبنانية أن كل ما يحدث من ضجة تشغل بلدا كاملا لا يتعدى انتخابات بلدية محلية. هذه الانتخابات لن تغير في موازين القوى السياسية في لبنان من الناحية الفعلية، باستثناء نقاط قد يسجلها هذا الفريق أو ذاك على الآخر، ولكن شكليا هي معركة استفتاء على النفوذ السياسي وتصفية حسابات بعد الانتخابات العامة وتدعيم زعامات وتمتين إرث عائلات سياسية. المرحلة الأولى من هذه الانتخابات التي ستمتد على مدى خمسة أسابيع تشمل منطقة جبل لبنان، حيث يتنافس أحيانا النفوذ السياسي مع النفوذ العائلي التقليدي في وقت وصلت المعركة حد تسييس الرموز الدينية. العمل البلدي هو عمل اختصاصي إداري وليس حزبي وليس مؤسساتي، وهذا هو بنظرنا ما حدا بنا أن نقوم مجتمعين بتأليف أو بتكوين هذه اللائحة، وسترون بأنها مشكلة من عدة فعاليات من المدينة ومن أبناء المدينة ومن الممارسين العمل البلدي في المدينة. نحو 55 مجلسا بلديا حسموا بالتزكية أو التوافق، وسيكون على اللبنانيين اختيار 963 مجلسا بلديا و 2753 مختارا على مدى الأسابيع القليلة القادمة، مع العلم بأن نشاطات المجالس البلدية وكذلك المخاتير تقتصر على الجانب الإداري والإنمائي للمناطق إضافة إلى بعض القضايا المحلية. المفارقة هي أنه في هذه الانتخابات التي سبقتها منذ أشهر معارك سياسية كبيرة، يتحدث مختلف المرشحين بلهجة جديدة تنطوي على الفصل بين السياسة والعمل البلدي ودعوة الناخبين لعدم خلط الاعتبارات السياسية بالاعتبارات التنموية للمناطق. هدف البلدية هو هدف إنمائي، منه هدف سياسي. اللي عنده حسابات سياسية بده يصفيها أو بده يعيد اعتبارها، نتمنى أنه تكون خارج إطار البلد، لأنه مصالح الناس مش لازم تكون لفريق سياسي معين تيكسر فريق سياسي آخر. هي انتخابات محلية، ولكنها ككل شيء في لبنان البلدية قادرة على شغل بلد. كارين طرباي، بي بي سي.